هنا عند أسوار عكن هزم نابليون. قبل 200 سنة اندحرت قوات فرنسا الغازية على يد الوالي العثماني أحمد باشا الجزار. واليوم تنتظر المدينة دحر غزاة جدد يقومون بتهويدها يوميا. غزاة قرروا مؤخرا هدم مبنى سينما البستان الأثري في منطقة البرج. كيف ما تطلع حوالينا، حتى لو طلعنا على الشط اللي اسمه شط العرب تحت، قضينا فيه طفولة، جينا على السينما قضينا طفولة، حفلاتنا اجتماعاتنا اجتماعياتنا كلها كانت بهذا الموقع، ما كانش عندنا شيء أكثر نوصل له. اليوم احنا قدام مخطط ترحيل، مخطط ترهيب. المخطط الكامل الذي وضعته حكومة الاحتلال يقضي بإزالة كل العقارات المتواجدة في المنطقة بما يشمل مسجد البرج وبيوتا تقطنها 14 أسرة، مع العلم أن هذه الأراضي تعتبر أصلا وقفا إسلاميا. الحاجة سلوى زيدان كانت أولى من تلقت قرار الإخلاء والهدم المجمد حاليا نتيجة ضغوط الأهالي. ما فيش لي مكان هون أنا، طب ما أنا لي 52 سنة هون، وين هيك عزلتوني؟ ما أنا بقبلش بديل، لا بدي أبدل بيتي ولا بدي أخذ ثمن ولا بدي أغير، أنا هون باقي هون، عشت كل عمري هون، إجيت صغيرة على المحل، صار عمري 70 سنة وأنا قاعدة فيه، وين بدي أروح؟ ويشكو فلسطيني عكا عموما من خناق إسرائيلي مطبق على شتى مجالات حياتهم وعلى رأسها السكن، فهم لا يستطيعون التوسع العمراني، فيما وصلت عقاراتهم التي تسلمت أوامر إخلاء إلى أكثر من 200 وحدة. ليست عكا وحدها فقط، فكل ما ينبض بالهوية الأصلية لهذه البلاد من البشر والحجر يتهدده الزوال، ربما إلى أن يظهر قائد عربي على شكلة أحمد باشا الجزار ويهزم المحتلين. بشر صغير، التلفزيون العربي، عكا.